أهلا بكم. أسند نادي الفتح الرياضي مهمة الرئاسة المنتدبة لفرع كرة القدم إلى نوار خليفة لتحل محل الرئيس السابق حمزة الحجوي الذي سيظل عضوا بالمكتب المديري ومشرفا على كتابته العامة. وحسب ما أعلن عنه الفريق الرباطي فإنه استند في هذا القرار إلى الرغبة في إعطاء دفعة جديدة لفرع كرة القدم وتفعيل أوراش كبرى في السنوات القادمة، مضيفا أن الرئيس الجديد ستكون مهمتها رفع المستوى التنظيمي والتنافسي من خلال سياسة تعاقدات معقلنة وتكوين فعال. ويشار إلى أن خليفة قد التحقت بالفتح سنة 2008 حيث شغلت منصب نائبة أمين مال النادي، كما كانت عضوا بالمكتب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما بين سنتي 2009 و 2014. وتعتبر نوال خليفة أول امرأة تتولى رئاسة ناد يمارس في البطولة الاحترافية القسم الأول. وقد اعتبر الفتح أن هذه الخطوة دالة على عزم إقامة أي تمييز بين الجنسين من طرفه. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.